يقع مقام النبي سام بن نوح عليه السلام في بلدة شمسطار البقاعية التي ترتفع عن سطح البحر حوالي 1150 متراً، والتي تقع على السفح الشرقي من سلسلة جبال لبنان الغربية، حيث تحدها بلدة طرية من الشمال، ومن الشرق كفر دبش، ومن الغرب مزرعة بيت صليبي ومرتفعات سلوقي، ومن الجنوب مرتفعات وهضبات جبلية. يعود أصل تسمية بلدة شمسطار إلى شمس طور، والطور هو الجبل، ويقال إلى شمس طارية كما تختلف الروايات في أصل تسميتها. تقع على السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الغربية، ترتفع عن البحر بحدود 1150 متر. تسميتها تسمية سريانية تتألف من كلمتين، طور شمس طور. طور معناتها جبل، هي شمس الجبل. هاي المنطقة مسكونة منذ القدم، والدليل على ذلك هو الكهوف والمغاور الموجودة في المنطقة، حيث نجد بعض المغاور والكهوف تتألف من غرفة أو غرفتين، وفي أدراج محفورة بالصخر، وفي بعض عند الحفريات في مجموعة من الجماجم عم تطلع، في آبار للزيت أو للخمر أو ما بعرف لشو تستخدم بالمنطقة اللي فيها، خاصة منطقة مغارة حمزة. هذا بيدل على أنه هاي المنطقة كانت مسكونة منذ قدم السنين. بالنسبة لتاريخ شمسطار، إذا بلشنا من الفترة العثمانية، وقت كان في لبنان مقسم إلى قسمين، أرض ولاية تابعة للعثمانيين وأرض جبل لبنان. لبنان على شمسطار على الدوام كانت تابعة للإمارات التي نشأت في جبل لبنان. هلا هذا المقام يعني بتعرف بالتواتر من جدودنا لأهلنا، لأنه هذا مقام سام بن نوح يعود إلى نبي الله نوح ابن نوح عليه السلام. وهي المنطقة موجود هو بالطرف الغربي من شمسطار، قريب من مدفن شمسطار. بتزوروا الناس كل خميس بشكل عام، بيجوا بيقرأوا دعاء كمايل وبعض الزيارات. في ناس بتصير عندهم بعض المشاكل المرضية، بيجوا بيناموا بهذا المقام ويتوسلون به للشفاء طبعا بإذنه تعالى. هذا المقام مثل غيره من المقامات المنتشرة في حول شمسطار، مثلا بكفر دبش بتبعد 2 كيلومتر عن شمسطار، فيها مقام الخضر وفيها مقام العجمي، النبي العجمي. تحت شمسطار لجهة الشرق في عنا مقام نبي الله نجوم، يعني بيبعد عن شمسطار شي 2 كيلومتر 3 كيلومتر. جيراننا بلدة طرية فيها مقام النبي إسماعيل. بكفردين مقام النبي يوسف. يعني هاي المنطقة منتشرة فيها المقامات، منذ يعني تحتاج إلى دراسة تواجد هذه المقامات بهذه القرى، كل قرية بقريتها. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية نزلت في سورة الإسراء، وتعمم فكرة الذي باركنا حوله، ليست محصورة فقط حول المسجد الأقصى، يعني ليست بالبقعة الجغرافية الصغيرة أنه جوار المسجد أو حول المسجد أو قرب المسجد، إنما تمتد لكل البلدان المجاورة، فتشمل منها لبنان، سوريا، الأردن، وحتى مصر وفلسطين. وتاريخ شمسطار قديم جداً، حيث نجد الكثير من المقالع الحجرية التي تعود إلى فترات تاريخية قديمة، وقدمها يشير إلى أنها منطقة عرفها الأنبياء عليهم السلام والأولون، وبأن النبي سام عليه السلام كان قد عاش ومات فيها، حيث شيد له مقام فيها ما زال حتى اليوم. ما أبرز الميزات الموجودة في سهل البقاع أنه تكاد لا تخلو منطقة إلا وفيها مرقد أو مزار أو مشهد لنبي أو ولي صالح. هون بس إشارة، أنا بدي أشير إشارة أنه المرقد هو مكان دفن المعصوم، يعني كما نقول بالزيارة السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، المكان الدفن.
المقام هو مكان مرور أو سكن المعصوم، أما المزار فهو المكان الذي يستحدث على حب المعصوم، يعني بيوهب واحد أرض أو شيء بيصير مزار للمعصوم. والمشهد هو اللي بيشمل كل أرض المعصوم، مثلا المئذنة، الصحن، الحضرة، البوابة الخارجية، بوابة، يعني هذا كله بيصير المشهد. مش معروف ولا حدا يعني من الكبار أو من اللي، خاصة إنه نحن يعني مرحوم جدي هو كان مستلم الوقف، ما حكي قدامي وأنا عشت معه، يعني هو لحق العش بالمية، أكثر من مية شوي كمان، وأنا يعني كان عمري 17 سنة بس توفى، وكان دائما يحكي لي كل شيء، يعني ما حكي شيء عن تاريخ النبي، إنه حقبة زمنية نعرف فيها ماشي. أما إنه النبي سام، ربما المقام هو تكريم لسام ابن نوح أو لشخص من الصلحاء اسمه سام ودفنه. هذا كل شيء يعني اللي بعرفه. إذا بدنا نرجع إنه نستدل من أيمتى كاين هالضريح هاون، في القبر بقرب الضريح، ضريح النبي سام، في ضريح بيقولوا له النبي، ضريح عبارة عن حجر بشكل الصنم، طوله شيء متر وربع متر ونص، وهذا الصنم كانوا يعملوه أيام الدولة، أيام العبرانيين يعني، كانوا هن يعملوا قبرتهم هيك. فهذا يعني بيرجع تاريخ قديم كثير، يعني لأنه العبرانيين هن كانوا قبل الرومان، يعني قبل المسيح بثلاث أربعة آلاف سنة. يقع المقام على سفح هضبة في منطقة من البلدة تدعى حي المدافن، وهو مقام متواضع جدا يعرف عند أهالي البلدة بدار النبي عليه السلام، وهو عبارة عن غرفة فيها قفص معدني على يسار الداخل إليها يوجد فيه الضريح النبي سام بن نوح عليه السلام تعلوه قبة عالية. لم نجد بكتب الزيارات زيارة خاصة لنبي الله سام سلام الله تعالى عليه، ولم تكن هناك رسالة مخصصة يحملها، إنما هي كانت مثل ما قلنا الرسالة إنه يفتحوا صحيفة آدم عليه السلام سنويا مرة واحدة، وهي رسالة التي تممها حتى جاء نبي الله هود سلام الله تعالى عليه. هيدي شغلة ما فيها شك أبدا إنه المقامات الروحية بتعطي روحانية للإنسان اللي بيجي عليها، يعني وهذا شيء يعني من قديم الزمان، يعني الإنسان بيدور على شيء إنه يريحه نفسانياً يريحه روحانياً أكيد. يعني ونحن يعني أنا شخصياً بعرف من حالي، يعني لأنه الإنسان مركب من مادة وروح، وبد مرات مشاغل الدنيا تغلب المادة فيها على الروح، فمفروض الإنسان يدور على الروح بعض مرات أو على المسائل الروحانية. فالمسائل الروحانية أي بتتغذى، تتغذى بالمقامات، بالتدين، بقراءة القرآن، بقراءة الأدعية، هاي هي بتغذي الروحانية. فأكيد إنه المقامات إلها دور كبير من الناحية هاي. حاليا خلينا نحكي بكل صراحة، أنا بحالات مثلا صلاة بيجيني أفكار كتير، مش بس أنا، بمعظم المصلين بنتحدث بعد مرة إنه بس يقوم للصلاة بصير في عنده أفكار طويلة عريضة، وأنا مجربها بالكعبة حرس الله، ما كان بيجي ببالي شيء ابدا 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 الا العباده، لانه في روحانيه كبيره هونيك، مش مثل يعني قد ما تكبر المقامات قد ما يصير فيها روحانيه اكثر، قد ما يصير في جموع وزوار وناس عم تقرا وناس عم تتهلل وناس وناس وناس، بصير في روحانيه كبيره. اما من جهه انه
هالمقام يعني في له كرامات من السكان اللي حوالي المقام هون، كانوا دايما بيشوفوا كوكب نور بيجي من جهة الجنوب، يعني بيت شامة. بيت شامة هي عبارة عن بيت سامة، يعني هو في مقام للنبي سامة هناك، يعني اسم البلد اخذ اسم النبي هناك، اسم المقام بيت شامة. فكان يجي هالكوكب من هناك يجي لهون. هلا اشياء كرامات ومعاجز وشغلات بالقديم كانوا يسولفوا هيك، انه مثلا واحد كان صار عليه حمي جابوه نيموه هون يطلع صاحح، ومرة كانت تقل سماعه صارت طرشه نامت هون قامت تسمع. خبري كثير شغلات مثل هاي. اما انا بالشغلات يعني المؤكده 100% وصايره قدامي ما مش صاير شيء. نبي الله سام عليه السلام هو الابن الأكبر للنبي نوح عليه السلام، إخوته حام ويافث وكنعان، وهذا الأخير غرق في الطوفان. أما أبناء النبي نوح الثلاثة الباقون تعود لهم أصل كل أجناس البشرية، فالنبي سام هو أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. آدم الثاني هو نوح، نبي نوح، لأنه في آدم الأولاني كان يعني أول آدم الله سبحانه وتعالى، لأنه في حديث أنه سألوا للإمام علي قبل آدم، قال لهم آدم، قالوا له وقبل آدم، قال لهم آدم إلى أن تنتهي بآدم، يعني كون الله أعلم قديش عمره، وكله كان في آدم، يعني في أبو للبشر، بيمرق فترات بتنتهي القصة وبترجع بتبلش من أول وجديد. فآدم اللي نحن يعني إجا بالقرآن أولاده قابيل وهابيل، بعدين كفرت البشرية إلى أيام نوح، بالرغم من أنه نوح عاش 950 سنة يوعظ جماعته وما كانوا ينتهوا، إلى أن عمل السفينة وصار الطوفان وطهرت الأرض من البشرية الفاسدة، وبقوا اللي كانوا معه بالسفينة رجع بلشت الخليقة تكتر منهم، فبسموه لنوح أنه هو الآدم الثاني اللي إجت منه البشرية. التاريخ أنه البشرية اللي موجودة حالياً بتنتمي إلى ثلاث أشخاص سلالات، منها السلالة السامية اللي هو نحن، يعني يسمونا الساميين اللي هن منطقة آسيا، بيرجعوا لسام، وحام بيرجعوا له الطبقة الحمر يعني الأمريكان، ويافس بيرجعوا له الصينيين أو الصفر. فسام يعني هو جدنا نحن قوم ساميين، هذا للمقام تكريم لسام، أو أنه مثل ما قلنا سابقا أنه ربما كان شخص من الصلحاء اسمه سام وله كرامات وله دفن. أما أبناء نوح فهن كثر، نورد منهم حام وسام. أما حام الذي ذكر في القرآن سآوي إلى جبل يعصمني بسورة هود، قال النبي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله، وتابعت الآيات، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، نظر نوح إلى ابنه حام وهو يغرق تبتلعه المياه وتغمره، فسأل ربه عن ذلك، فقال له الباري عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أما سام، سام كان من أولاد نوح الصالحين. لما حانت الوفاة من نوح هبط الملاك جبرائيل عليه السلام قائلا يا نوح إنه قد انقضت نبوتك،
واستكملت أيامك، نبوتك واستكملت أيامك. فانظر الاسم الأكبر وميراث العلم وأثار النبوة التي معك فادفعها إلى ابنك سام، فإن الله تعالى يقول: إني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي وتكون به النجاة فيما بين قبض النبي وبعث النبي الآخر، ولم أكن لأترك الناس بغير حجة، كلام الله سبحانه وتعالى، ولم أكن لأترك الناس بغير حجة وداع إلي وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري، وإني قد قضيت أن أجعل لكل قوم هاديا أهدي به السعداء ويكون حجة على الأشقياء. بعد ذلك عمل الحاج مهدي زين على توسيع الغرفة التي يوجد فيها الضريح، وكذلك أضاف غرفة مجاورة تسع للزائرين والمصلين. أما في الباحة الخارجية أقيم مصلى لإقامة الصلاة على الأموات من أهالي البلدة، حيث يتم دفنهم في المقبرة المجاورة للمقام الشريف. هلا وضع البناء يعني أنا اللي غيرته شوية، لكن الوضع محل مني واقف، كانت غرفة واحدة، عبارة عن غرفة واحدة وإلى براندا. هلا البراندا وسعتها وعمرت الصالة هاي المدخل وعملت التصوينة، حسنت يعني في شو اسمه الكهرباء وعملنا خزماي وعمرنا هاو الغرف، هون كنا ناويين نعمل لهم مكتبة وعملنا محل منتفعات ومحل وضوء فيهم. هلا هاي الدورات بتنصرف على بعض تصليحات يعني بالمقام، وإذا كان فايد شيء بإجازة من المرجع بتنصرف بمنافع البلد، يعني مثلا المدرسة بمعظمها تعمرت من الوقت، الجامع اللي كان قبل معمر والحسينية هاو ساهم الوقف فيها. هلا معظم المناسبات هاي بالفترة الأخيرة صارت كتير بوجود يعني الحازب، فمعظم الأخوات اللي هن بنتميين للحازب منظمين القصص هاي. ما في مناسبة مثلا من ولادة الأئمة أو من وفيات الأئمة أو من المناسبات الدينية المعروفة، مثلا زيارة أول رجب أو نصف شعبان أو بيجوا بيقضوا ليالي هون أدعي وصلاة وزيارة. سام التزم بوصية أبيه نوح، والذي قال قبل وفاته، يعني نوح قال قبل وفاته: اعلموا، هذا كلام نوح سلام الله عليه، اعلموا أنه ستكون بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيت، وإن الله عز وجل يفرج عنكم بالقائم من ولدي وهو يسمى هود، وله سمت وسكينة ووقار يشبهني في خلقي، وسيهلك الله أعداءه عند ظهوره بالريح. تسلم الأمانة سام سلام الله تعالى عليه، ودفن نوح سلام الله عليه في النجف الأشرف. عمل سام على تعليم الناس أمور دينهم وتمهيدهم للنبي القادم هود، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى هودا، وقال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، حيث أن القوم الذين خلفوا سام هم قوم عاد ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح عليهم السلام، سلام الله تعالى عليه حين ولد وحين توفاه الله وحين بعث حيا. أما مقامه ومرقده الشريف أو مرقده الشريف لم يعلم لسام سلام الله تعالى عليه إلا في بلدة شمسطار البقاعية، مرقد يزار به ويتداول ويعرف بأنه هذا مرقد نبي الله سام ابن نوح عليه السلام. أنا أيامي ما صارش إلا مرة سمعت أنهم إجوا هذا الوقت من بنغلاديش، بس أنا مش تونش، بس قالوا لي إجا وقت من بنغلاديش 10-15 ساعات إجوا زاروا،
نعم. أما أيام كان يجوا ناس من الحواش، من تمنين، من سرنبة، من المنطقة اللي حوالينا، كانوا يجوا لهون يزوروا ومعهم ذبيحة يذبحوها، يتغدى ويعملوا وليمة ويعطوا ربع ذبيحة لمقام النبي. نحن كنا قام هاملينه، لأنه صارنا مدي نحن نفكر أنه بدنا نغير. بس هلأ صارت تقريباً الهيئة يعني المصاري صارت حاضرة. كانت بالأول أنه هذا المقام بده يكلف كتير حسب ما نحن عم نعمل حساباتنا. فهلأ في ناس يعني في هو معه مصاري، في واقف يعني إله ماله، وفي ناس ناويين يدفعوا قديش بيكلف بيدفع. فبدنا نشتغل، وأكيد أنه بس يكون المقام كبير وواسع وإله هيئة يعني بيصير في عليه إقبال أكثر. هذا شيء مفهوم. هلا بدها تاخذ كل المساحة اللي معمولة هون، لأن في هو أخذ بالمية 90 من المساحة محل المصلى والمكتبة، وهاو هاو كله رح ينقام، هاو كله رح ينقام وصفي كل المقام. هلا هذا المقام كان يجي عليه ناس كتير، يجوا يجيبوا دبايع معهم، يضحوا ذبيحة وبيعملوا أكل ويتركوا حصة للوقف. هيدي ما عادش عم بتصير، يعني الناس خفت من الناحية هاي، ما عادش كتير مثل الأول. كانوا بالأول أيام زيارات بالنبيشيت كان يصير أعراس طويلة عريضة. هلأ في مقام النبي أيلة بعد بيجي على ناس هونيك وبيجيبوا ذبايح بيذبحوها وبيقعدوا بيعملوا ولائم شغلات مثلها. أما هون بالمقام هاد ما عادش صار هيك شغلة من زمان. يعني أنا من شي يمكن 20 سنة كان يجي ناس يجوا يذبحوا هون ويبقوا نادرين ذبايح ويعملوا وليمة، بس ما عادش صار. إن حالة المقام الفقيرة والبسيطة لن تجعل من المقام مزاراً ومقصداً يعج بالزائرين، حيث إن معظم زائريه من أهالي البلدة ومن البلدات المجاورة وبعض المناطق اللبنانية، وذلك يعود إلى حالته المتواضعة وقلة الاهتمام به، ولأن الروايات حوله غير مؤكدة، فأهالي البلدة ليس لديهم ما يؤكد وجود الضريح الشريف، فقد يكون مجرد مزار لمرور النبي في تلك المنطقة، وكما أن آخرين يترددون بين كونه مرقداً لنبي أو ولي صالح. Thank you.